مجاعة تلوح في الأفق. عادت الحرب في أوكرانيا لتثير المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي بعد تهديدات روسيا بعدم تجديد اتفاق الحبوب أو ما يعرف بمبادرة البحر الأسود، والتي تنتهي في 17 من تموز يوليو عام 2023. موسكو اتهمت أوكرانيا باستغلال الاتفاق لتصدير الحبوب إلى الدول الغربية بدلاً من الدول المحتاجة إليها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. أيضاً تتهم موسكو الأطراف الغربية بمنع سفنها من الوصول إلى الأسواق العالمية كما نصت الاتفاقية. في 22 من تموز يوليو عام 2022 وقع اتفاق في اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة لاستئناف تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية والمواد الغذائية والأسمدة من روسيا، والتي توقفت مؤقتاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية. كان مقرراً أن يستمر سريان الاتفاق 120 يوماً، وجدد له أكثر من مرة بهدف المساعدة في تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب، وتجنب حدوث مجاعة حول العالم من خلال تصدير 5 ملايين طن من الحبوب شهرياً وملايين الأطنان من المنتجات الزراعية إلى الأسواق التجارية، وذلك عبر ممر إنساني بحري آمن في البحر الأسود. يتم تفتيش السفن من قبل فريق يضم ممثلين من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لمنع استغلال السفن لنقل أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا، ويتجه نحو 25% من الشحنات مباشرة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك مساعدات غذائية إنسانية للقرن الإفريقي واليمن، حيث يواجه الملايين حالياً انعدام الأمن الغذائي الحاد. الاتفاق ساعد في تخفيف ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية وتخفيض أسعار الحبوب بنسبة 15% عن سعر الذروة الذي وصل إليه.